نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، إن هذه الخطبة تتعلق بموضوع المصافات في صلاة الجماعة. يا إخوة الإسلام، إن المصافات في صلاة الجماعة هي إلصاق قعب الواحد قعب صاحبه ومنكبه بمنكبه بدون مباعدة بين الأرجل. وعلى هذا تكون صلاة الجماعة مع وجود فرجة متر أو مترين لسبب مرض فيروس كورونا باطلة وليست بصحيحة، لأنه يصلون فرادى ولا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد في مسنده من حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة للذي خلف الصف. وأخرجه أحمد أيضا في مسنده من حديث وابدة بن معبد رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا صلى خلف النبي خلف الصف وحده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. يا إخوة الإسلام، إن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن من ترك واجب المصافة في صلاة الجماعة فإن صلاته باطلة، لأن هذا النفي في هذا الحديث نفي للصحة وليس نفيا للكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل في هذا الحديث المنفرد خلف الصف بإعادة الصلاة، والواجب علينا حمله على ظاهره أعني على نفس الصحة حتى يوجد الدليل الذي يصرفه عن نفي الصحة إلى نفي كمال، وليس هناك دليل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والعاقبة المتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. يا إخوة الإسلام، إن من ترك واجب المصافة في صلاة الجماعة بطلت صلاته لحديث المذكور، لأن النفي في ذاك الحديث نفي للصحة وليس بنفي كمال. انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجه البخاري في صحيحه. فإن النفي هنا نفي الكمال وليس نفيا للصحة، لأن ما لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكون كافرا، لكن ينتفي عنه كمال الإيمان فقط. والقول الراجح
أن الصلاة خلف الصف منفردا غير صحيحة بل هي باطلة يجب عليه إعادتها. لقد أبان ذلك فضيلة الشيخ المحدث أبو عبد الرحمن يحيى الحجوري حفظه الله في فتواه يوم الأربعاء الرابع في شوال 14/41 هجرية لما وجه إليه الساهل عن صحة الصلاة المنفردة خلف الصف وأجاب وبعدم صحة الصلاة المنفردة خلف الصف حفت بها أعداد من العلماء ومنهم اللجنة الدائمة المجلد الثامن صفة السادسة. قالت اللجنة وإما أن يأتوا بصلاة الجماعة على وجهه الشرعي فإلا صلوا فرادا وصلاته صحيحة وهم معذورون أمام الله بترك الجماعة إذا منعوا عن أدائها على وجه الشرعي فلا يبرر للناس البدع والاستيسانات المعارضة للأدلة حتى يتركوا صلاة الفردية المقتوه بصحتها ويؤدون صلاة غير مقتوه بصحتها فضلا عن الحصول على حجر جماعة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر المسلمين الموحدين في كل مكان. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.